شباب وصبايا، أهلا وسهلا فيكم بقناة وولف جيمينج. اليوم يا جماعة بدنا نحكي عن الور فريم، بدنا نحكي عن الفعالية الخاصة فيها، بالإضافة للميزة الجديدة نزلوها على اللعبة بالنسبة للمواهب العربية. فبتمنى تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد عم نزله. خليكم معي وتابعوا للآخر. لكن يا جماعة بدنا نبلش بالميزة الجديدة اللي رح تصير تنزل معنا مبدئيا كل شهر، وهي ميزة المواهب العربية. منفوت أول شي على الإيفنت، على الهوت برنامج المواهب العربية، وأفضل موهبة عربية لشهر فبراير. مبدئيا هيدي الميزة رح تظهر معنا بلعبة ببجي كل شهر بشهره. وهلأ بدي استغل الفرصة كرمال قول للرابحين ألف مبروك، وإن شاء الله عطول بتقدم، وإن شاء الله الأشخاص الباقيين كمان يوصلوا لهذه المرحلة. بدي أقول مبروك للمرتبة الأولى الشبح، للمرتبة الثانية بارون، للمرتبة الثالثة أم سولو. وهلأ رح ننتقل لفعالية الور فريم. هيدي الفعالية بلشت معنا بتاريخ 10 الشهر وبتضل معنا ل23/3. وبهيدي الفعالية في عنا مهمات تتطلب منا: أول شي تسجيل دخول، تاني شي في عنا مشاركة الحدث مع الأصدقاء، في عنا نلعب دق كلاسيكي وتحتها كمان دقين كلاسيكي، بالإضافة لنلعب دق مع الأصدقاء، وأيضا في عنا نقتل 3 من الأعداء. مجرد ما نعمل هيدول المهمات كلهم ونعمل كولكت أو جمع للنقاط اللي بيعطونا إياهن، في عنا ميلة اليمين، في عنا درجات من 20% لـ100%. مجرد ما نوصل للـ20% بيطلع لنا عملات البي بي، بالإضافة للـ40% بيطلع لنا حقيبة ظهر، في عنا كمان عـ60% عملة الجي، وأيضا في عنا عـ80% صندوق كلاسيكي، بالإضافة بس نوصل للـ100% بيطلع لنا بدلة دائمة. لهون بنكون خلصنا شرحنا لهيدا المقطع. بتمنى يكون نال إعجابكم، بتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد عم نزله. وإذا حدا عنده أي استفسار يترك لي بالتعليقات. ميرسي كتير لألكم يا جماعة، ميرسي لوقتكم، ويعطيكم ألف عافية.